هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، بس بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. النهاردة في فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كمان في نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن حضرتك امبارح قلت لنا وإحنا معاكي على الهواء في صباح الخير يا مصر إن إحنا بنتأثر بمنخفض جوي جاي من أوروبا، وده أدى إلى يعني إحساسنا ببرودة الجو اليومين دول اللي بدأ من امبارح أو أول امبارح تقريبا، بعد ما كان الأسبوع اللي فات كله الجو دافي. فالحالة دي من هي تعتبر حضرتك قلت لنا إن ده يعتبر في المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة بالنسبة لنا، طمنينا أخبار الجو النهاردة إيه؟ بالفعل ما زلنا بنتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل الهوائية دي بتكون منخفضة في قيم درجات حرارتها، فده اللي أدى لانخفاض قيم درجات الحرارة، مع كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض. ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فبتحجب جزء من أشعة الشمس، فبالتالي بتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. وبالفعل درجات الحرارة خلال فترة الوقت ده من السنة، يعني احنا 19 او 18 درجه مئويه، دي المعدلات الطبيعيه او المعدلات الشتويه بالظبط، المعدلات الطبيعيه او الشتويه المعتاده لكل سنه في الوقت ده من السنه. اجواء فتره النهار يعني خاصه في فتره الظهيره بتكون اجواء ما بين المائله للبروده المائله للدفء على اغلب المحافظات الشماليه، السواحل الشماليه او الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد. المناطق الجنوبيه طبعا تكون اسفه لانها بيبقى عندها زياده فترات سطوع أشعة الشمس أكثر، فبالتالي أجواءها تكون دافية بشكل كبير خلال فترة النهار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وده بيكون تحديدا كمان في فترة الظهيرة. لكن فور غياب أشعة الشمس بيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، خاصة فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر. صغرى فترة الليل بتتراوح ما بين 10 وال 12 درجة مئوية على المحافظات الشمالية، بعض الأماكن من محافظات الصعيد بتوصل ل 6 و7 درجات. فبالتالي أجواء فترة الليل وخاصة ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر، أجواءها الشديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية توصل لحد الصقيع اللي بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة لأقل من 5 درجات. وطبعا مع وجود المنخفض الجوي والسحب الموجودة على مدار اليوم هيكون في فرص لسقوط الأمطار، وهتستمر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أمطار ما بين الخفيفة المتوسطة، ويمكن هي بدأت بالفعل خلال الساعات الماضية على محافظة الإسكندرية، ومتوقع استمرارها على مدار اليوم على فترات متقطعة، خفيفة في بعض الأوقات متوسطة في بعض الأوقات على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورا بمطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، دي كل المحافظات المعرضة اليوم لسقوط أمطار. غدا الخميس إن شاء الله في استمرارية لانخفاض قيم درجات الحرارة ودرجات الحرارة الشتوية، وفي كمان فرص الأمطار ممكن تزيد على المحافظات الساحلية وتتقدم لبعض المناطق الداخلية اللي منها محافظات جنوب الوجه البحري أو مناطق كمان من القاهرة الكبرى، لكن دايما الأمطار في المحافظات الداخلية بتكون كمياتها أقل من المحافظات يعني الشمالية أو المحافظات الساحلية، لأن المحافظات الساحلية بتكون أكثر يعني تأثرا بالمنخفض الجوي. بس احنا هننصح كل السادة المواطنين، مهم جدا نأكد تاني على نوعية الملابس، لازم ملابس شتوية ثقيلة فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر، لأن في بعض الأيام بيكون في نشاط نسبي للرياح هيخلينا نحس بالبرودة أكثر. لو أنا بحتمي مناطق ظل أو موجود في أماكن ظل أحس بالبرودة أكثر، فمهم جدا ملابس شتوية على مدار اليوم كله، شتوية ثقيلة، فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر. مهم كمان في المحافظات المعنية أكثر بسقوط الأمطار المحافظات الساحلية، مع سقوط الأمطار نبتعد تماما عن أعمدة إنارة أكشاف الكهرباء، ألواح الأناس المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة، وطبعا لازم القيادة بهدوء تام أيضا مع سقوط الأمطار.
بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، جزيل الشكر لحضرتك. وطبعا مهم جدا نتبع نصائح هيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. في القاهرة درجة الحرارة 19 والصغرى 11، نفس درجة الحرارة أيضا في العاصمة الإدارية 19-11، الأسكندرية 18-12، والعلمين الجديدة 17-13، مطروح 18-11، ودمياط 19-13، بورسعيد 19-12، والإسماعيلية 18-12، في السويس 18-14، وفي العريش 20-13، كاترين 18-3، وطوبة 22-14، حلايب 24-17، وشلاتين 25-16، شرم الشيخ 22-14، والغردقة 21-14، في الفيوم العظمى 19 والصغرى 9، وفي بني سويف أيضا 19-9، الوادي الجديد 20-7، وأسيوط 20-8، وسوهاج 20-9، قنا 20-10، الأقصر 21-10، وأسوان 21-11. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لشاذلي وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.